طيب، زميلي في العمل يريد الدخول في الإسلام لكن يمنعه شرب الخمر ويأتي الفاحشة ولا يستطيع تركه. أخي الفاضل بارك الله فيك، دخوله في الإسلام لا شك بأنه مصلحة عظمى ولو بقي على مثل هذه الكبائر، فأنت حببه إلى الإسلام، علمه معنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله. وإن قال والله أنا يمنعني شرب الخمر وكذا، قل له هذا شأنك، فإذا قوي إسلامه وإيمانه بغض الله إليه هذه الفواحش وهذه المنكرات، وهذا مجرب سبحان الله العظيم. ولذلك بعض الناس وللأسف بسبب عدم فهمه وعدم علمه يقف على مثل هذه القضايا. يعني مرت علينا قضايا يقول بعض الناس لمن يحب الإسلام لا بد أن تختتن، وهذا تنفير له عن الإسلام، تنفير له عن الإسلام. الآن مسألة الختان ما أقصى حكم فيها؟ أعلى حكم الوجوب، من قال سنة للذكور، يعني قال سنة، فكيف أنا أقف حجر عثرة في طريق إسلامه لأني أبدأ بقضية الختان؟ هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا الناس قال لازم تختتنوا مثلا؟ ما دعاهم بالختان، دعاهم بلا إله إلا الله. لذلك الشخص اللي يقول لك والله أنا يمنعني الخمر يمنعني كذا، قل له هذا شأنك فيما بعد، فإذا قوي إيمانه وإسلامه سيبغض هذه الأشياء، الله عز وجل يبغضها إلى قلبه، فاحرصوا على يعني أن يدخلوا هؤلاء في الإسلام. ولذلك الآن أول ما يدعى غير المسلم إلى أي شيء، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لأن هذه هي المفتاح، هي المفتاح. ودخوله في الإسلام مع إقامته على بعض الكبائر أهون من بقائه في الكفر، فتنبهوا لهذا. بارك الله فيكم.